مساء الخير، مساء الجمال على كل متابعين قناة دريم اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة. طبعا النهاردة ضيفة جميلة، ضيفة مبدعة، ضيفة تفرجنا على أعمالها وعلى حاجاتها الجميلة. النهاردة طبعا هتكلمنا عن مشوارها الفني وهتكلمنا على حاجات كتير هي مخبيها، بس هتستعرف بيهم ليا أنا إن شاء الله النهاردة. الفنانة الجميلة النهاردة اللي معايا ياسمين كساب، أهلا وسهلا بيكي منوراني. ميرسي حبيبتي. الجمال ده أنت اللي حلوة. أبتدي من فين؟ زي ما انت عايزة. زي ما انت عايزة. منورة طبعا ياسمين. ياسمين في البداية عايزين نتكلم، نعرف الناس مجال التمثيل ازاي دخلتي، وهو مجال طبعا صعب وشيق جدا، يعني حبك او في حد كان بيشجعك؟ انا اول حاجة انا عارفة انه انت مامتك هي اكتر حاجة اللي بتشجعك. هو البيت كله يعني، بس اكتر واحدة مامتك، هي الام بصفة عامة اللي بتكون متعلقة ببنتها فبتشجعها على الحاجة اللي هي بتحبها. والله يا كان ابويا مش امي يعني. والله مامتي كان بابايا يعني، كنت دايما يعني انا صاحبة الاب، انت عارفة برضو البنت. طب فكان بابا اللي كان دايما بيشجعني. حلو، كلمينا بقى عن مشوارك ازاي ابتدى. ابتديت اعلانات، وبعدين قعدت شوية عشان ما كانش عندي حد في الوسط الفني. ومن الاعلانات طلعت بقى، ابتديت رحت درست دراسات حره للتمثيل، وبعد كده دخلت بقى اشتغلت. طبعا احنا ميسره، انت عارفه طبعا ما احنا هنتكلم على كل حاجه. فهي جت من الاعلانات، وابتديت الاول برامج حاجات. مقالب كان مع الله يرحمه استاذ حسين الامام الله يرحمه، وبس. وابتديت بقى واحده واحده لحد ما دخلت مثلت وكده. هو كان اول عمل سينمائي ليكي كان مع المخرج الكبير خالد يوسف في فيلم حين ميسره. كلميني بقى عليه. انا ده بقى الدور ده جالك ازاي؟ هو يعني الدور صعب شويه صح؟ هو الفيلم كله فيلم صعب يعني، كان على المشاهد. هو فيلم يعني عمل ضجة كبيرة جدا في الوسط الفني، او في عموما حتى في الحياة العامة. الفيلم انا كنت على طول كان نفسي اشتغل اصلا مع يوسف شاهين الله يرحمه زوف، فما لحقتش او ما لحقتش حتى اشوفه. فكانت الفكرة ان انا يوسف شاهين كان الاثنين مرتبطين ببعض، فاهمة؟ فكان هو بيحضر قبليها الفيلم، وبعدين رحت له فقال لي انت صغيرة. فقلت له كان بيحضر ويجا. فبعدين قال لي بس ان شاء الله هشغلك معايا. فجيت بقى ان انا فضلت اتابعه لحد ما جه لي الدور في حين ميسره. هو ما كانش كبير بس كان قوي جدا، وعملته وكانت تجربه بالنسبه لي حلوه. وما كانتش اول مره اشتغل مع خالد يعني، كنت اشتغلت ده وبعدين اشتغلت مره تاني مع خالد. حلو جدا. حلو. انت عارفه انا بكلمك دلوقتي وجاي في بالي لقطه كده، ان انت انسانه بتحبي وبتضحي جدا. من كتر ما انت بتضحي يعني بعتي الناس كلها عشان الفنان الجميل دورك معاه محمد رمضان طبعا. الاسطوره. حب قاتل بصراحه. يا صراحه. كلميني عن دورك مع محمد رمضان. محمد رمضان هو المسلسل، بصي هو انا محظوظه الحمد لله يا رب لله. يعني انا محظوظه ان انا كل الحاجات اللي انا اشتغلتها كلها حاجات مميزه، وان كانت مع نجوم او مخرجين أو يعني. فكان طبعا مسلسل مهم، مسلسل اسطوره. كنت بتحبي وقتها الفنان جلال الزكي. جلال الزكي بالظبط. انا مش عارفه، انا تاني مره ولا تالت مره بحب جلال الزكي. معلش يعني. لا فعلا اشتغلت برضو انا وجلال تلات مرات، ما وقفنا قدام بعض. كان شخصيتي بلعب شخصية زينب النمر أخت عصام والعيلة اللي محدش بيحبها خالص. كنت بلعب دوري قدام جلال الزكي. والمسلسل طبعا عمل مهم جدا، وكان فيه نجوم كبيرة ومخرجة ويعني بصي. فمبسوطة طبعا أنا شاركت في عمل. كان ليه نقلة كبيرة في حياتك؟ بصي يعني طبعا هو نقله، بس عشان كان في قبلين نقلات. فهو انا بقول لك كل عمل بيوصلك لحته معينه. فهو كان من طبعا هو من وصلني لحته مهمه طبعا. بس كان في قبليه شربات لوز، وفي فرح ليلى، في شارع عبد العزيز، في دوران شبرا. ففي كان كل عمل من دول، فعما كانت محطه بالنسبه لي. فطبعا عمل مهم. ايه اكتر دور انت حبيتيه؟ ما بتفكريش كتير، انت بتعملي كده كده معناها في كذا دور. عارفه بفكر ليه؟ لا عشان كل الادوار تقريبا
فعلا كل الادوار بحبها. ماشي بقى انت كل الادوار بتحبيها بس بتلاقي دور كده شدك، دور انت فعلا عشتيه. اصل انا بحب الحاجات الصعبه، فاي دور صعب انا لعبته انا بالنسبه لي بحبه. يعني زينب حبيتها، دوران شبرا عشان كنت عامله من بنات البنات، عارفه انا الحاجات اللي هي مش انا بتهويني بتبقى عندي تحدي بيني وبين نفسي ان انا ايه، انا هعمله وهعمله كويس جدا. ده انا هعمله. ياسمين ايه الدور اللي ما عملتيهوش وتحلمي انك تعمليه؟ انا نفسي اعمل دور استعراضي والله. طب خديني معاك. والله تعالي. يا لهوي. بجد نفسي في حاجه فيها مزيكا ورقص. من محبين يعني. انا بحب الرقص وبحب حلو جدا. تصدقي يعني انا مش رقصي بس، مش عشان بس الناس ما تقولش رقص شرقي، لا يعني هو الرقص عموما، فاهمه ان الرقص في رقص كتير مختلف، مش بس الرقص هو الرقص الشعبي. لا طيب كلميني عن يعني مسلسل رأس الغول. الله يرحمه. يعني الله يرحمه طبعا. يعني قدام الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز الله يرحمه. لا ما تعيطيش، ابوس ايدك. ده انا بقالي شهر عبد. لا انا هقول لك على حاجه، الله يرحمه وسامحه. هو من اكتر الممثلين انا فعلا كان نفسي اشتغل معاهم، وفعلا كان نفسي اتمنيتها ولما جالي فعلا الدور انا ما كنتش مصدقه نفسي. وبعدين قلت لهم طب انا مش عايزه اشتغل بس في العمل، انا عايزه اشوفه، ان انا ما كنتش عمري شفته في حياتي. واحنا اتربينا عليه طبعا. انت دموعك دي باينه، يعني انت بتحبيه جدا جدا جدا، كل الناس بتحبه. ايه احساسك ولما كنت انت واقفه قدام؟ لما الاول وانا في الشركه بمضي، انا سمعت صوته وانا في الاوضه اللي جنبه، فانا ما كانش عاجبني ان انا هعمل دور ما كانش كبير، كان 7-8 حلقات في العمل. فكنت قاعده بقول لهم لا انا عايزه يعني الدور يكبر شويه. سوري. اجيب لك ميه طيب؟ لا لا تمام. فبعدين انا سمعت فقلت لهم طب خلاص انا اروح اسلم عليه الاول. فزيزو ابنه ربنا يخليه، فقال لي ايه طب اصبري، طب انا ماشي هدخلك. فالمهم انا دخلت قعدت معاه. انا لما دخلت انا ما فكرتش غير ان انا داخله ابقى بصوله كده وانت حضناه على طول. على طول. فهو ضحك، قعد يضحك كده، وبعدين قعدنا نتكلم. انا قاعده له وعامله له كده، قلت له على فكره انا مبسوطه ان انا قاعد، ان انا شايفاك قدامي. انت عارف ان رأفت الحجان وقاعده بقى بعيني. أيوة طبعا. فقال لي بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا عارف ان الدور صغير مش كبير، بس والله، وكلمه والله دي بالنسبه لي اصلا، قال لي بس والله دور مروه مؤثر جدا، وبالنسبه لي انا دور مهم، ان هي ست. انت كنت زوجة فؤاد بالظبط، وكانت شريره، اللي هي مش فارق معاها غير نفسها، عارفه الست اللي هي ممكن تعمل اي حاجه بس المهم انا اظبط حالي. ايوه. فهو قاعد، قلت له بص انا هعمله بس انا لازم اقابلك. قال لي انت هتقابليني وهتشتميني وهتزعقيلي. طبعا حاجه صعبه. وقابلته فعلا، وكان عندي مشهد بزعق له فعلا، وصوتي مش عايز يطلع. وبعدين هو عشان يكسر الخوف ففي البروفا طلع من المشهد، وبعدين قام فاتح الباب قام رامي افيه، فاحنا كلنا قعدنا نضحك. فانا حسيت ان انا في سخونيه طلعت من جسمي خلاص، فانا ارتحت. فكانت ما حاجه ده مهم جدا، من اهم الحاجات اللي انا عملتها في حياتي، ان انا وقفت قدام استاذ محمود عبد العزيز رحمه طبعا. الله عليه. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. طب قولي لي ايه، احنا خلينا نروح بقى لموضوع تاني. وطر ناس كتير، الناس كتير بتسال، هو يعني زي موضوع مثلا مريم فارس اتجوزت جوزها مش معروف مين هو، فاهمه ازاي؟ لا يعني فانت بقى اتجوزتي ومش عارفين بقى اتجوزتي ولا ما اتجوزتيش، والناس مش فاهمه حاجه، يعني ايه الموضوع، وهو جوزك مصري ولا اجنبي؟ لا هو انا فعلا اتجوزت يوم 27/10 الشهر اللي فات، شهر 10 اللي فات. جوزي كان دكتور تجميل، هو من موسكو. وهو ما كانش كان من روسيا. روسي؟ علمك كم من كلمه كده يعني ولا شويه بس؟ لا لغتنا احلى لغه في العالم طبعا. فبعدين اتجوزنا فعلا، وهو ما كانش مسلم، هو اشهر اسلامه في الازهر. الحمد لله. وبعدين ما حصلش نصيب، بسبب ان هو انا اكتشفت ان الاسلام ما كانش اسلام حقيقي ولا مسلمة. يعني انت يعني هو لما دخل دين الاسلام دخله عشانك بس، مش عشان ومع اني في بالظبط، ومع اني في الاول قلت له ان دوت ما ينفعش عشان حرام،
وقال لي لا طبعا انا مقتنع وانا وانا. وبعدين بعد الجواز حسيت ان في حاجات، عارفه في حاجات من الاول بتبين لك انت العلاقه دي هتنفع او مش هتنفع. وكان الموضوع كانت مشكلتي وسبب انفصالي ان هو مش هيبقى على ديني او مش هيبقى مسلم حقيقي يعني. فكنت فقلت لا، فاعترضت وقلت لا ان احنا ننفصل احسن. ده اكتشفتيه يعني بعد الجواز؟ بعد الجواز. يعني انتم تقريبا ما عدتوش مع بعض كتير؟ 3 شهور. 3 شهور يعني 3 شهور ما قدرتيش تعرفي قبل كده انه هو هيتجوزك، يعني هيتجوزك مثلا، هيدخل دين الاسلام فعلا ولا هو عشانك؟ طب ازاي عرفتي بعدين انه هو ما كانش داخل دين الاسلام، يعني داخل دين الاسلام بس عشان يتجوزك؟ بصي يعني قبل الجواز احنا بعد ما عملنا الاشهار رحنا صلينا مع بعض، وهو اللي كان بيطلب يلا نروح نصلي الجمعه، وكنت بقعد اعلمه وكده، وكان يقعد يقول لنا لما كنت في تركيا كنت حبيت الاسلام من هناك وان الناس. فبعد الجواز لقيت ان في حاجات كتير، يعني انا كنت احنا عندنا في الاسلام الامار حرام، في حاجات كتير يعني حرام بالظبط. فانا اكتشفت ان في حاجات من اللي انا حتى اتكلمت معاه فيها لقيت ان هو مش هيبعد عنها ومش هيبطلها. فانا قررت ان انا انسحب بدري قبل ما يكون في بيبي او حاجه. طبعا طبعا. وانا اخترت رب يعني. وبعدين لما تحطيني في وقت تقولي لي طب لا لو بتحبيني اعملي، لو بتحبيني اعملي، لا الحب ما بيجيبش حد لتحت، الحب بيطلع الناس لقدام. فانا لا، فطبعا ربنا وديني، انا عندي دي احلى دين في العالم طبعا. يعني الحمد لله، الحمد لله يا رب، نعمة الحمد ربنا لله. فبالظبط، فعشان كده كان ده سبب الانفصال. ناس كتير طبعا قعدت تفتي، ربنا يبعت لك اللي احسن منه طبعا ان شاء الله. طيب خلينا نروح، ايه اقرب حاجه ليكي، السينما ولا التلفزيون؟ السينما طبعا. السينما. التلفزيون مال؟ لا التلفزيون حلو وكل حاجه، لا مش قصدي ان هو ماله، السينما تاريخ. انت لو بتعملي حتى مشهد في فيلم انت ضامنه ان انت اولادك يتفرجوا عليه، فاهمه؟ لكن الفيديو انت الاعمال كل سنه بيجي اعمال جديده، فالاعمال ما بتبقاش زي السينما. الاعمال وبالنيات. الاعمال وبالنيات طبعا. الاعمال وبالنيات. حسب ما نوى طبعا. ياسمين، مين اكتر حد في الوسط الفني بيدعمك؟ لا هو انا صراحه من الوسط الفني ايهاب فهمي، صديق واخ عزيز، وانا من الناس اللي فعلا يوم ما ياسمين بيكون عندها اي ازمه في اي حاجه صراحه الله يبارك له، هو من ده اللي اقول لك عليه من الوسط الفني. لكن مفيش حد، لا مفيش حد، ربنا بقى بيدعمني ومجهودي في شغلي. لكن اي حد تاني لا مفيش. طب قولي لي ياسمين، قولي لنا بقى وفضفضي وطلعي كل اللي في قلبك كده وما تخبيش، ما تحطيش حاجه في قلبك. ايه اعمالك اللي جايه؟ هتعملي ايه في حاجه في رمضان كده على جنب مش لسه ما قلتيهاش، عايزه تقوليها لحبيبتك ليلى؟ فمفيش مشكله. اخ لا يعني السنه دي انا رمضان ده مش داخله حاجه دراما، انا كان نفسي اشتغل مسرح بحضر المسرحيه اسمها على مهلك بس بسرعه، اسمها على مهلك بس بسرعه، ومع المخرج رأفت سليمان. وانا مبسوطه بالخطوه دي في حياتي، انا بالنسبه لي المسرح هو الممثل، فكان هو تحدي ما بيني وما بين نفسي، وان انا اقف على خشبه المسرح. فانا ده اللي انا دلوقتي مشغوله فيه وبس، بحياتي بقى اكل رياضه وبتاع. اوكي قولي لنا بقى على سر رشاقتك. ايه احنا قلبنا هنود كده. لا بصي يعني انا بلعب رياضه من زمان. سوري يا جماعه، عندك كام سنه؟ لا خد راحتك. انا بلعب رياضه من وانا تقريبا عندي، انا كنت بلعب باليه وانا صغيره، وبعدين وقفت وابتديت، كان عندي اخويا الكبير بيلعب سباحه وبوكسنج، فانا طالعه عندي جزء في البيت، فعندي جزء في البيت اللي هو، فلعبت رياضه وانا عندي مثلا 11 سنه حاجه كده. فانا من الرياضه انا بحبها، يعني بحس لو انا بطلتها في حاجه ناقصاني، في حاجه مش طبعا الرياضه دي حاجه اساسيه بالظبط، ومخلياني كده عامله زي الفراشه. انت اصلا فراشه وعسل. فانا الرياضه ما اقدرش استغنى عنها. حلو جدا. ياسمين للاسف الوقت خلص، وفي حاجات كتير كنت عايز اسالك عليها بس هبقى اقول لك عليها بعدين. خلاص بيني وبينك معلش بس. احنا دلوقتي اصحاب، فانت طبعا هتقولي كل اللي في قلبك طبعا، هتخبي لي حاجه مش هتخبي حاجه. طيب ياسمين كساب نورتيني طبعا، اتمنى لك التوفيق واشوفك يعني لمعه كده يا حبيبتي. ثانك يو على طول. شكرا لذوقك، وشكرا انا شكرا لدريم،
وشكرا لكل الكرو، وانا مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده. حبيبتي وشكرا ليكي على وجودك معانا. شكرا. ممكن اشكر كل السوشيال ميديا، كل اصحابي اللي على السوشيال ميديا عشان النهارده كلهم صراحه الناس تدعمني جدا، وان كان على انستغرام او فيسبوك او كل السوشيال ميديا صراحه. للاسف انت عارفه جو تليفونات كتير بس ما عرفناش. مش مشكله، احنا حاسينكم بقلبنا. ميرسي جدا يا ليلى. ميرسي ليكي. ميرسي ليكي. وكده مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، وان شاء الله اشوفكم على خير بكره.